بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه يقول في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. عبدي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، إن لم ترضى بما قسمت لك، ما كناش حنرضى، ماذا ستصنع بنا يا رب العالمين؟ إن لم ترضى بما قسمت لك لسلطت عليك الدنيا. الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمت لك ولا أبالي. عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المشركين والملحدين وعباد الدنيا، فما بالنا بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة وسلاما يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتعطي الصدقات ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ست بتصلي طول الليل بتطلع صدقات كتير جدا ولكنها رزقت لسانا طويلا تؤذي به خلق الله سبحانه وتعالى، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بشأنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها لو كانت تؤمن بالله بحق وحقيقة لنهتها صلاتها عن الفحشاء وعن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة الحبيب المحبوب سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وحلقة السبت من برنامجكم حجوز. ما زلنا النهاردة بنواصل مسيرتنا حول الدروس المستفادة من قصة امرأة نوح وامرأة لوط. سيدنا نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ربنا قال في القرآن عنه: وما آمن معه إلا قليل. شوف تعب قد إيه، ومع ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى بامرأة سيئة الخلق. المفروض الست في ظهر جوزها تقف جنبه وتساعده وتعضده وتشحنه معنويا وتخليه دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، لكن زوجة نوح وزوجة لوط كانتا في معسكر الأعداء، دي بتعمل ضد زوجها، وكانت النتيجة انها كانت ست متسلطة جدا والعياذ بالله على زوجها. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بيهم عشان كل ست شايفانا تاخد العبرة والعظة. قال لنا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، هم نوح ولوط. ايه بقى؟ فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بنواصل حديثنا حول هذا الموضوع، وازاي الراجل يتعامل مع الزوجة لما تكون متسلطة، ازاي الواحد يتعامل مع مراته لما تكون ضغط عليه ومطلع عينيه بره، ومش بس بتساعده على الزمن، ده بتساعد الزمن عليه، هات 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 وخلاص، فانتهي المسألة عند هذا الحد. برضو الزوجة تعمل ايه لما ربنا يرزقها بزوج متسلط بيطلع عينيه بره ومش عاجبه حاجة؟ دي يا جماعة الدروس العظيمة جدا اللي مستفيدها
من القرآن العظيم، ولا خير فينا إذا نقتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع. الزوجة المتسلطة اللي زي مرات نوح ومرات لوط، إزاي نتعامل معاها ونعمل إيه؟ بالإضافة إلى كل مشاكلكم الاجتماعية والزوجية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا محبة وبهجة وفرحا، إنه ولي ذلك والقاضي عليه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا فرح في هذه الدنيا أيها الأحبة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. الفرح في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فربنا سبحانه وتعالى يفرحنا بفضله ورحمته. امرأة نوح كانت بتنقل فخانتهما. ايه المقصود بالخيانة؟ قلت امبارح وبأكد تاني، مش الخيانة الزوجية، لا، مش ممارسة حاجة تغضب ربنا، لا، ولكن بالمعنى اللي احنا فاهمينه، ولكن فخانتهما. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما: ما بغت امرأة نبيا قط. ما فيش نبي امرأته كانت بغي أبدا، ولكن كانت بتعمل الخيانة، كانت بتنقل أخبار نوح وأخبار لوط لمعسكر الأعداء. ودي مصيبة ودي مشكلة كبيرة جدا لما تبقى عايش مع زوجة في أمان الله سبحانه وتعالى، وكل أخبارك وكل أسرارك برا البيت. دي مصيبة كبيرة جدا، خدوا بالكم، ساعتها بيتدخل الشيطان، وإذا تدخل الشيطان نزعت البركة من كل شيء. وخدوا بال حضراتكم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح الحديث القدسي عن الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيه: أنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فإذا خان أحدهما الآخر نزع الله سبحانه وتعالى بركته، فهو على كل شيء قدير. طب الخيانة الزوجية بتبدأ إزاي؟ الخيانة الزوجية بتبدأ لما الراجل يرجع البيت. أول ما يرجع البيت مراته بتقلبه، حط ده في جيبه، شوف معاه إيه، شوفه كلم مين، تمسك الموبايل بتاعه تشوفه اتكلم مع مين وما اتكلمش مع مين، وإيه المسج اللي جاله. لازم يا ست الكل هتلاقي حاجة تزعلك، فعشان كده سلم أمرك لربنا سبحانه وتعالى، وما تدخلوش الشيطان بينكو جوه البيت. أهو شوفوا نبي عظيم زي نوح ونبي عظيم زي لوط، ومع ذلك ربنا رزقهم الاتنين كل واحد فيهم بزوجة سيئة الخلق. وده بدنا يعني طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى عشان يبقوا قدوة لينا، عشان كل زوج شايفنا دلوقتي ربنا ابتلاه بزوجة سيئة الخلق، عليه أن يجعل نوح قدوة له، عليه أن يجعل لوط عليه السلام قدوة له. كل زوج ربنا ابتلاه بزوجة عليه أن يصبر عليها. قال عليه الصلاة والسلام: من صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب عليه السلام. وبرضو الست لما تصبر على سوء خلق زوجها أعطاه الله من أجل مستمع أعطى أسيئة امرأة فرعون. معنا أول اتصال تليفوني، أستاذة مرفت، السلام عليكم. ألو. أي فضيلة الشيخ، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. طيب كل سنة وانت طيب يا فندم، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يبارك فيك يا فندم، ربنا يستركم بساته الجميل. ربنا يخلي حضرتك. الوقت حضرتك بتتكلم على الزوجة النكدية الوحشة اللي ما بتقفش ورا زوجها زي مرات نوح ومرات لوط كده يا حاج. نعم. طب رأي حضرتك بقى ايه في اللي بيحصل العكس بقى؟ لما اكون زوجة مخلصة، انا مش بشكر في نفسي ولا حاجة، لما اكون زوجة طيبة ومخلصة واقفة ورا جوزها بكل قوتها ويسلط ولاده عليها. ولادها ولا ولاده؟ ولادها وولاده هو. ما طب يعني ولادها بقى، تقول ولادها مش ولاده بس. ويسوق صورتها بقى في نظرهم. ليه؟ ويقول لهم ما تقولش لامك كذا وكذا. طب بيعمل ليه كده يا حاجة؟ بيعمل ليه كده ليه يا مدام مرفت؟ بيعمل ليه كده؟ ما اعرفش، هل هو مثلا في حاجة في نفسيته من ناحيتها؟ هل هو معقد؟ طب الست انت متجوزة جوزها بقى لها كام سنة يعني؟ بقى لها 50 سنة. طب 50 سنة وجايين دلوقتي جاي سواء صورتها بعد ايه؟ والله طول العمر بيعمل معاها كده، بس انا لقيتها فرصة ان انا اتصل بحضرتك واقول لك دلوقتي. 50 سنة وانت صبر على هذا الابتلاء. صبرة والله وصبرة ورب العزة وجلاله. طب يعني ماذا يهدف هذا الزوج من تشويه صورتك؟ بالعكس دول الاتنين لما تبقوا انا ما اعرفش
انا مش عارفه. طب انت مزعلاه في حاجه، مضايقاه في حاجه، خانقاه في حاجه، ما بتقديش واجبك تجاهه؟ حد الله شاهد ومطلع، والملك بيكتب كل كلمه بقولها ان كانت صدق وان كانت او كانت كذب. تمام. طب سؤال حضرتك بس، كل لما لا بس انا هقول لحضرتك يعني، طب ايه راي حضرتك في الزوج ده؟ ايه يبقى ايه ده بالظبط؟ وهي صبرها وجزاها عند ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ حاضر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا مدام مرفت، هجاوب عليكي. معانا مين يا استاذه شيماء؟ استاذه ايمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا شيخ. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيخ. مرحبا، اهلا وسهلا. اخد رايك كده في مشكله يا شيخ. اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضلي. زوجة مخلصة جدا وكويسة جدا، والزوج بتاعها عاققها وعاقق عياله، يعني مخلصة جدا وكويسة جدا ومخلفة وبقالها قد ايه مخلفة؟ بقالي 7 سنين متجوزة وخلفت ومعايا 2. طيب جوزها سابها ليه بقى؟ ايه اللي مزعله منها؟ عاقق عياله لوحده كده هو يعني. طب ما يمكن في واحدة تانية في النص ولا حاجة؟ معرفش يا شيخ والله. طب انت تتصرفي معاه زي، وقعدي معاه وناقشيه وشوف ايه اللي مزعله وشوف ايه اللي يرضيه واعمليه. ما بيقبلش اي كلمه يا شيخ، ما بيقبلش اي كلمه مني خالص. ليه ما بيقبلش اي كلمه؟ طب شوف له حد كبير في العيله يكلمه، حد يناقشه، حد يقعد معاه، حد يقول له اي حاجه. والله يا شيخ غلوبنا فيه، غلوبنا فيه وكلام جارح وكلام وحش، ويحلف بالطلاق ما انت قاعده فيها واقعد عشان خاطر عيالي. طب يعني ليه بيعمل كده يعني؟ ايه الاسباب يعني؟ مش عارفه يا شيخ، علاقه بره او نت او ايه بالظبط؟ طب يعني اقول لك حاجه، هل انت فعلا بتعامليه معامله طيبه وبعاملك معامله وحشه، ولا انت برضو بتغلطي في حق في شان واحيانا؟ معامله طيبه ومعامله حسنه وعيالي. ما محدش بيجيب على نفسه الغلط. لا والله بما يرضي الله. طيب سؤالك ايه يا ست الكل؟ سؤالي اعمل ايه في ده بقى اللي ما بيصرفش على عياله ومدوخ عياله ومراته؟ اعمل في ده يا شيخ؟ الحكم الدين في ايه بقى؟ حاضر يا فندم. الحكم ده في ايه؟ في ده ايه بالظبط يا شيخ؟ حاضر يا فندم، حاضر حاضر، اشكرك شكرا جزيلا. استاذه مرفت بتشتكي من جوزها. استاذه مرفت بتشتكي. معانا مين يا استاذه ماشا؟ ايه؟ حاضر ناخد. يا ام شروق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا بيك يا ام شروق، اتفضلي، اهلا وسهلا، مرحبا. معلش يا شيخ والله انا مشكلتي كلها حماتي، يعني مغص عليا حياتي صراحه. ربنا يهدي الحموات يا رب. حماتك منغصه عليكي حياتك، ليه؟ معلش يا شيخ، يعني ما تعامليها كده يا ست الكل زي ما تكون امك، عامليها زي ما بتعاملي امك. والله اقسم بالله يا شيخ، اكتر من والدتي كنت بعملها معامله فوق ما تتخيل. لانها ما بترتاحش نهائي لو شافتنا انا وجوزي مع بعض، اعوذ بالله لو كده. وبعدين كمان ما بترتاحش نفسنا لو جوزي قاعد عايشتم عليا مثلا. هي كده مبسوطه. انما لو هو مثلا بيشكر فيا، لا ده زوجتي مثلا كويسه بتاع ربنا فيا وزي كده. وبعدين دايما محسسها ان انا دلوقتي لازم عشان ربنا موفق على امك. لازم بص انا الاولى، مراتك ديت على الهامش. تمام. لا اطلع مثلا بره. انت قاعده مع حماتك، عايشه مع حماتك؟ لا دلوقتي احنا مفصولين، بقالنا انا متجوزه بقالي 6 سنين ومعايا 3 بنات. طيب يعني وعايشه بعيد عن حماتك، مش كده؟ بتيجي تزورك يعني؟ تيجي تزورك ساعتين ثلاثه تنكد عليك وتمشي ولا ايه؟ الو؟ طيب انقطع الاتصال التليفوني. معانا مين يا ست الكل؟ يا ام احمد، السلام عليكم. الو ام احمد. طيب الخط فصل، حاولي تتصلي بينا مره تانية. ارجع لاستاذه مرفت. زي ما عرفت عندها مشكلة كبيرة جدا مع جوزها، سنوات طويلة بشوه صورتها، بشوه صورتها قدام ولادها. طبعا ده كلام لا يجوز ولا يصح على الإطلاق. الزوج والزوجة هم لازم يبقوا الاثنين حاجة واحدة، وحتى لو اختلفوا يبقوا في أوضة نومهم يتفقوا على الولاد. لكن ما ينفعش الزوجة تهين زوجها قدام عياله، ولا الزوج يهين مراته قدام عيالها. يعني يعني هيحترموها ازاي؟ هيسمعوا كلامها ازاي لما تهينها؟ او هيسمعوا كلام باباهم ازاي لما الزوجة تهين زوجها قدام اولاده؟ لكن الاب بقى اللي بيمسك ولاده ويقول لهم خدوا بالكم، امكم بتعمل، امكم وحشة، امكم كده، بيشوه صورتها بالباطل. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني هيحاسبه حساب عسير جدا يوم القيامة، لانه بيروج شائعات ضد الابرياء. وربنا قال لنا في القرآن العظيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب تعمل إيه الست دي بقى؟ عايز أقول لها حاجة مهمة جدا. يا حاجة مرفت اسمعيني، هقول لك كلام غالي قوي.
خدي بالك، سهام القاذف لابد أن تصيبه هو قبل أن تصل المقذوف. ده يا جماعة عدل ربنا سبحانه وتعالى، سهام القاذف لابد أن تصيبه قبل أن تصل المقذوف. فاصبري. معنا مين يا شيماء؟ أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام. اتفضلي يا أم أحمد، أهلا بيك. لو سمحت يا دكتور عايزة أسأل بس، الجار اللي ما يتأذي من جاره. الجار إيه؟ اللي ما يتأذي من جاره بالكلام يعني. جاره بيتكلم عليه؟ أيوه بيتكلم عليه، ما يقول إنه عينه وحشة ومش طب شاف عليه إيه بعينه وحشة مثلا. سمعت إن الشيخ ما يقول ما فيش يعني الواحد اللي يحسن اللي يكون في قلبه فيه كراهية للتاني أو يكره الخير. المفروض ما حدش يكره حد والجيران يحبوا بعض. وخد بالك يا حاجة، النبي ما وصاش. عندنا في الأمثال يقول لك النبي وصى على سبع جار، ده كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما وصاش على سبع جار، لا. فأنا عايزك تعالى مثلا تقول لي مثلا إيه اللي. حاضر حاضر، أشكرك شكرا جزيلا. النبي ما وصاش على سبع جار، بس النبي وصى على 40 جار. 40 جار من اليمين، 40 جار من الشمال، 40 جار من الامام، 40 جار من الخلف، 4 في 40 ب 160. يبقى كل حي شبرا جيران، يبقى كل حي الحصري في 6 اكتوبر جيران، يبقى كل حي المقطم جيران. لو واحد فيهم جاع كلنا يا جماعه هنبقى مسؤولين عند ربنا سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والرسول عليه الصلاه والسلام امرنا نحن نحسن إلى جارنا، قالنا فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يعني يعاملوا المعاملة الطيبة اللي تضرب بنا سبحانه وتعالى. معنا مين يا شيماء؟ ألو؟ صفاء. معنا صفاء، يا أستاذ صفاء أهلا وسهلا بيك، اتفضلي يا فندم. يا صفاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فضيلة الشيخ أنا لي سؤال عايز أسأل حضرتك. اتفضلي يا فندم. أنا شيخ عندي جوزي في الاول كان بيكرشني قدام اولادي. قالوا لي انت متجوزها بقالك قد ايه الاول يا صفاء؟ ليه قد ايه؟ ليه 13 سنه وخلفت الحمد لله. الحمد لله تمام. وعندي ابني عنده 18 سنه. فعندي جوزي الله يهديه، فهو كل ما بتكلمه كلمه ولا حاجه بيكرشني قدام الاولاد وبيضربني. وبيحلف عليا ما بينام في الاوضه لوحده كده. يعني بيضربك لوحده ولا اكيد انت بتعصبيه برضه وبتنرفزيه ولا حاجه؟ لا ما هي بس من سبب الاولاد وكده يعني. فيحلف عليا ما بات في الاوضه وبروح ابات مع اولادي. ودلوقتي اتضير على ابني عنده 18 سنه. بيضربه وبيكرشه وبيحلف عليه ما انت قاعد في البيت. لا مش بيضربه يعني، يمكن بيوجهه بينصحه، الولد ما بيسمعش الكلام يعني كده. نعم لكن اذا طلع من البيت لا يروح فين؟ طب ما هو هياخدوا اصدقاء سوء يبوظوه. نعم. طيب هو ما بيحلف عليه ما انت قاعد في البيت وبياخد بعضه وبيمشي. وطول الوقت يعني ايه ملموم مع اصحابه. الولد بيروح فين يعني؟ يعني الولد بيروح فين؟ بيطلع بره طول اليوم، وساعة المبيات بيحلف عليه من داخل البيت برضه. امال بيبات فين يا حاج؟ مش عارفه، هو بيطلع وساعات ما بروح اجيب حد مثلا يصلحه او يدخله البيت. يزعج معايا انا ويقول لي انت ليه جبتيه؟ انا مش عايزه انه يطلع بره تاني، انت فرقت علينا الناس. ويقعد يزعج معايا تاني ويشتمنا قدام العيال. طب يعني انت شايفه حل المشكله دي ايه؟ ليه جوزك بيعمل كده؟ صراحه مش عارفه ليه جوزك بيعمل كده؟ ايه الاسباب اللي دفعته انه يكره ابنه كده ويكره البيت ويتخانق معاك كل شويه؟ ليه؟ مش عارفه صراحه. هو بيطلع بره بيروح الشغل او يروح المسجد وبيجي تاني مقلوب علينا ومبقاش عارفين اصلا نكلمه. يعني بس خلي بالك معايا بس وتقولي جمله مهمه جدا، بيروح الجامع ويرجع مقلوب عليكي. معقوله حد يروح الجامع ويرجع مقلوب على مراته وعياله؟ اللي بيروح الجامع ده المفروض لو متعصب لو متشيطن يرجع هادي ويرجع كده راجل صالح وعارف ربنا سبحانه وتعالى. هو كده واكتر ايام في الشغل وببيت في الشغل وبيجي كده بيبقى زعلان ومشتاق حد يكلمه. نيجي نحط له الاكل يحلف على الاكل ما هو واكل، ويجيب اكله من بره، والاكل احنا بنعمله انا والاولاد ما بيرضاش ياكل معانا ولا يشرب معانا. يعني راجل قماص يعني على طول غضبان وزعلان. ده اسالك سؤال مهم قوي يا حاجه، جوزك بيصلي؟
هو كويس يعني وحافظ القرآن كله. حافظ القرآن كمان وبيعمل كده؟ لا اله الا الله. طيب حافظ القرآن والله يا شيخ، وحافظ القرآن يعني كويس. حاضر يا فندم. وماشي في الخير على طول. معلش اصبري وتحمليه وانا هجاوب حياتك ان شاء الله. عندك سؤال تاني؟ اشكرك شكرا جزيلا. بستأذن حضراتكم يا جماعه، هجاوب على كل الاسئله اللي وصلت الينا. بستأذن حضراتكم اخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز. اتفضلوا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم هتجوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتتضي على الشاشة قدام حضراتكم. ولسه النهاردة بنواصل حديثنا حول آيات وحكايات. أما الآية فهي من سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كان مع انهم الاثنين دي زوجة نبي ودي زوجة نبي، لكن كان مصيرهم النار. شوفوا سبحان الله، آسيا بنت مزاحم اللي كانت عارفه ربنا سبحانه ومع ذلك جوزها ما كانش عارف ربنا سبحانه وتعالى، وقال لهم فرعون قال لهم انا ربكم الاعلى. شوف يعني سبحان الله الذي فاوت بين خلقه وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ايه اهم الدروس والعظات؟ وازاي الزوج يتعامل مع الست المتسلطه، وازاي الست تتعامل مع الزوج المتسلط اللي ما بيسكتش اللي عامل مشكله على طول في البيت القماص اللي لسه الست بتشكلي من شويه بتقول لي ياكل لوحده ويقعد لوحده بالثلاث ايام ويسخن لنفسه ويقعد مع نفسه. ما دي ما تبقاش حياه بقى يا جماعه، لا المفروض كده. يبقى حتى لو زوجتك غلطت او حصل مشكله منها من غير قصد لازم كده يبقى في تسامح بين الراجل وبين امراته. العفو يا جماعه، العفو والتسامح. خدوا بالكم، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالعفو حتى ظننته، يوصيني بترك حدود الله سبحانه وتعالى. وربنا قال لنا وليعفوا وليصفحوا. خدوا بال حضراتكم، ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بينادي ويقول يوم القيامة، ده اليوم العصيب الصعب ده اللي الناس يقولوا يا رب خلصنا ولو إلى النار. فهذا اليوم العصيب الصعب ربنا سبحانه وتعالى يقول ليقوم الذين أجرهم على الله. الناس اللي أجرهم على الله يقوموا فيقومون وهم قليل، بينما هم فيقول لهم الله ادخلوا الجنة بغير حساب، وبينهم في طريق من الجنة الملائكة بتسألهم كنتم تعملوا ايه في الدنيا حتى كان اجركم على الله، ماذا كنتم تصنعون في الدنيا حتى كان اجركم على الله. فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا وسالينا حلمنا، فذلك قول الله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. معنا اتصال تليفوني. استاذ محمد سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا استاذ محمد، اتفضل يا اخي. انا كنت حاطط شيكات في المكتبة عندي، ومراتي قالت ان انا راح اشوف مامتها، وبعد كده نزلت خدت الشيكات دي معاها. بعديها بيوم اتصلت عليا والدتها. الشيكات دي باسم مين بقى؟ الشيكات دي باسمي انا. يعني ليك عند الناس يعني ولا ايه؟ ولا عليك ليه؟ عند واحد. ليك عند واحد. ليه عند واحد. تمام. المهم نزلت ما راحت اتصلت عليا مامتها من بعديها على طول بيوم. قالت لي ده هي محجوزه في المستشفى وفي معهد السميات، وانك انت حطيت لها بن وحطيت لها حاجات وحشه في الاكل في الفنجال. يعني ده حصل ولا على غير الحقيقه؟ لا على غير الحقيقه، هي شربت فعلا قهوه بس ما فيهاش الحاجات دي. طيب تمام. وهي دلوقتي غضبانه. امال دخلوها معهد السميات ازاي وما خدتش حاجه؟ ما عندهاش مشكله، لو ما عندهاش مشكله ما كانش دخلوها معهد السميات يعني، ولا ايه رايك؟ هي عندها زياده في الكهرباء وبتتعالج اساسا من الكهرباء. تمام. ويعني شايف ان هي بتسمع كلام والدتها زياده عن فوق 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 الطاقه. تمام. فوق يعني تمام. حاجه جامده. وانا شايف ان والدتها بتخرب في بيتها وهي ماشيه تبع والدتها. انت متجوزها بقالك كام سنه يا حاج؟ بقالي 7 سنين. خلفت منها يا حاج محمد؟ 3 عيال.
ثلاث عيال طبعا، عشان خاطر الثلاث عيال لازم تستحملها وتصبر عليها شويه. وقت لما تقول عيانه وربنا قال ليس على المريض حرج، خدها كده وديها للدكتور ودلوقتي تداوى وعباد الله، فان الله لم يجعل داء الا جعل له دواء، واصبر عليها كده على قد ما ربنا يقدرك، واقعد مع امها او شوف حد يقعد معاها وفهمها انها لازم برضو تكون في صفك شويه، وتتعاملوا مع بعض على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. انا مش متخيل ان في زوجه تاخد شيكات وتاخد حاجات وتروح بقى البيت ومستشفى وتتهم جوزها بالباطل، طبعا ده حسابه على الله، على الله سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. معنا مين يا شيماء؟ ام محمد. سلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام يا دكتور. اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. انت بتقول عشت المتسلطة ما تسيبني، خدت ابني ماشي على رجلي من الحلوات. مين اللي خد ابنك؟ وناس اكلوه في الزقازيق. طب بس بالراحة، بالراحة بس بالراحة يا ام محمد، قولي لي الموضوع باختصار عشان افهم ايه الموضوع. بالراحة ما تعيطيش الاول وقولي لي ايه الموضوع. مكتبني ابني عنده 28 سنة، مرات ابنك السعودية والكويت، خدت ابني وسافرت الزقازيق وناس اكلوه وقالت لي ماشي على مكانه دلوقتي. وناس ايه؟ وناس ايه؟ ناس قتلوه؟ ايوه قتلوا ابنك؟ ماشي على مكانه. ايوه ما قالت لي ماشي على مكانه وابوه مذبح. عشان ايه يعني؟ طب ليه قتلوه؟ ليه قتلوه؟ ليه ما قالت لي ناس برضه؟ قالت لي نادي محمد مات وخلاص. لا طب ايه السبب يعني يا حاجه البقالي؟ لا بس ايه السبب يعني؟ قتلوه مين اللي قتله؟ عشان هي كانت بتشتكي منه ولا حاجه في خناقه حصلت ولا عشان ايه؟ هي خدته ببلدها، خدته ببلدها الزقازيق، خدته ببلدها وفي الطريق مات يعني مثلا قدر؟ لا ناس قتلوه خدوه يبقى حبلوا. طب الناس يا حاجه بالراحه بس يا امي البقالي، لا الناس قتلوه ليه؟ ما اعرفش، ما حدش قايل لنا الحقيقه. هي ده امتى الكلام ده؟ امتى الكلام ده يا حاجه؟ دي الاربع اشهر. أربعة أشهر ومش عارفة مين اللي قتله وليه؟ أيوه وهي ما جاتش حتى وعايزة وأبوه وهي. طب لما سألت مراته قالت لك إيه اللي حصل له؟ بتقول ما أعرفش، ما أعرفش هي واخدة على ما أعرفش معاها ثلاثة عيال من ثلاثة. والعيال فين؟ معاها أختي قاعدة مع أختي، هي مالهاش بيت. طب لما ابنك اتقتل ما بلغتوش ليه البوليس؟ لا الحكومة تقول لك مش عارفين يعني بيه. الحكومة ما جاتش؟ طيب لا ما جاتش. طيب اشكرك شكرا جزيلا، حاول يا حاجه طبعا البقالي لا تبلغي البوليس وتدخل في هذه المساله لمعرفه الاسباب الحقيقه للوفاه، ان صح ما تقولينه فربنا سبحانه وتعالى يرحمه. وعايز اقول لكم حاجه، ما حدش موت يا جماعه لا ناقص عمر ولا ناقص رزق. معنا مين يا شيماء؟ استاذ اشرف، السلام عليكم. اشرف بيه. دكتور الحمد لله على السلامه، الله يخليك. الله يسلمك استاذ اشرف، ربنا يكتب لك الحج ان شاء الله ويكتبه لكل مشتاق. اتفضل. الله يخليك. والنبي يا دكتور حضرتك، انا عندي 53 سنه وانا من سمنود غربيه وعندي روماتيزم في المفاصل الف سلامه ليك، شفاء الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. الله يخليك. وانا مش متعين في الحكومه ولا عندي ارض ولا كنت بشتغل شغل موجد في المعمار، فما عدتش بقدر اشتغل بقالي 3 اشهر فمش قادر على مصاريف المعيشه. فلو حد يعني من اهل الخير اهل الكرم اللي بيعملوا لاخرتهم يعملوا لله يعني ساعدني، بس حتى بلاش توك توك مستعمل، خلي قصدي بلاش توك توك جديد، توك توك مستعمل يعني اعيش عليه بس اتعايش منه. تشتغل عليه يعني؟ صعبه جدا. طيب اشتغل عليه لان على مصاريف المعيشه. يا رب. حاضر جداً. حاضر اكيد طبعا، صوتك سامعه دلوقتي الملايين من المشاهدين، ان شاء الله ربنا يكرمنا بحد يساعدك ان شاء الله، واحنا بننتظره ان شاء الله يتصل بينا، واي حد هيكلمنا هنتصل بيك ان شاء الله. معنا مين تاني؟ معنا ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام عبد الرحمن. انا بس عايزه اسال سؤال. اتفضلي ولا اسف ولا حاجه، احنا تحت امرك. عندها 30 سنه. نعم. وبعدين بتعاملني معامله وحشه او بتضربني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وحشه جدا. انا اساسا من يعني من ساعه ما اتجوزت باباها وانا عايشه في ماساه، بس انا هو الله يسامحه هو متوفي. لا اسمعيني بس الله يرحمه. البنت بتضربك؟ بتضربني وبتشتمني. البنت دي عندها 30 سنه؟ ايوه. ما اتجوزتش. وعندي ثلاث صبيان ما شاء الله. انت ازاي تسمحي لها تضربك؟ طب اعمل ايه انا عشان كل ده؟ طب يا حاجه ربنا يكرمك، كلام يعصب جدا وينرفز. بتضربك ليه؟ ايه اسباب الضرب يعني؟ ما مش عارفه، هي بتغير وبتقول لي انت بتحب الصبيان عني اكتر مني. طب بتحب الصبيان عنها تنضر باكي؟
والله انا بقول لحضرتك انا بخلي الصبيان يستحب، الصبيان اساسا كرهنها بسبب معاملتها ليا. طب موقف الصبيان ايه؟ موقف الصبيان ايه لما كرهنها؟ ما اقولهاش غلط اللي بتعمليه مع ماما ده، في حد يضرب امه؟ ما هو بس حضرتك بتعمل لنا فضايح، واحنا بنخاف من فضايح من الناس، بعدين هم في مراكز يعني شرطه وجيش يعني مراكزهم كويسه. حتى لو كانوا في كل المراكز الكويسه المفروض اختهم تبقى محترمه وما تمدش ايدها عليكي يا امي. ما هي مش محترمه، هي مش محترمه، وانا بقول لها بنتي، والمشكله ان هي بتصلي وبتقرا قران. تصلي ازاي بس يعني؟ مش عارفه، انا مش عارفه، انا مش عارف الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يا حاجه. بقول لها كده واقول يعني كده. في واحد ممكن يصلي صلاته ما لا ترفع فوق راسه مقدار شبر واحد، بيصلي وضلالي، بيصلي وما يعرفش ربنا. مش عارفه حضرتك، انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. انا كذا مره يعني انا عشان الناس وعشان اخواتها قاعده ابص في راسها واقول لها يا حبيبتي نبقى كويسين مع بعض، انا انت مالكيش ليا وانا ماليش غيرك، وانت سندي وانا سندك، وقعد اكلمها وتهدى، وبعد كده ما فيش يومين ثلاث ايام بتتلكك على اي شيء، لو حتى يعني لو مثلا قلت لها هاتي لي حاجه وانت جايه الاقيها تشتمني في التليفون وتعمل لي يعني وتضربك وتمدي ايدها عليك. ايوه حضرتك، وانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. سؤالك تعملي ايه مع بنتك؟ ربنا انا بفتكر ربنا مش عارفه اعمل ايه. حاضر يا حاجه، بنتها بنتها يا جماعه بتضربها، تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ حاجه تحزن جدا والله، حاجة من علامات الساعة. بس أذن حضراتكم أخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز، وهجاوب على كل الأسئلة بإذن الله. إن قلت كن يكون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من ذا الذي يريد إن كنت إلهي؟ قناة الناس، ما ينفع الناس. بالنسبة لي ما كانش مجرد فكرة برنامج، بالنسبة لي هو رسالة، حلم حلمت بيه من سنين، أوصل فكرة، تقابل الطيبين، تقف جنب الأرض، تحمي العرض، تفهم الولد، أناقش بصوت العقل قضايا مجتمعنا اللي بتهمنا، أقابل شخصيات ونماذج حقيقي بتشرفنا وتستحق فعلا. تحياتي. تحياتي مع نشوى الحوفي، الجمعة والسبت في 8:30 مساء على الناس. بعد قليل مع التلاوة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قناة الناس، ما ينفع الناس. خلاص يا جماعة وصلنا إلى اللينك الأخير، ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة جدا، ولسه النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا، بنتكلم عن امرأة نوح وامرأة لوط كنموذجين للزوجة سيئة الخلق المتسلطة اللي بتقف ضد جوزها، وأي حاجة تضايقه تخنقه تعملها، وأي حاجة تبسطه ما تعملهاش، وده يا جماعة بيؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية. وكانت النتيجة مع أنه نبي أهو ومن ربنا كرمها بنبي، لكن ما فيش فايدة، ما عرفتش قيمة جوزها اللي ربنا كرمها بيه. ودايما كده يا جماعة الواحد ما بيعرفش قيمة الحاجة إلا بعد ما بيفقدها بعد فترة طويلة جدا. وده طبعا مدرس مهم جدا لكل الستات اللي شايفيننا، بلاش تسلط، وكل الرجاله اللي شايفيننا بلاش برضو تسلط، لازم تعامل زوجتك المعامله الطيبه، تستحملها، تكون رفيق رقيق كده في تعاملك معاها عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. الحاجه ايمان بتشكي ان جوزها
ما بيصرفش عليها. ربنا قال في القرآن ينفق ذو سعة من سعته، يعني ربنا يكرمه وينفق. الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده في حدود طاقته وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت بترزقش ولادك، ده ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. الرزاق هو الله، بس انت سبب. عشان كده يقول العارفون بالله اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء ثم اعتمد على الله سبحانه وتعالى وكأن هذه الأسباب لا شيء. لابد أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. وكل زوج شايفنا دلوقتي ينفق على قدر استطاعته، وكل زوجة شايفانا من فضلك ما تكلفيش جوزك ما لا يطيق، مش على طول هات 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 ما فيش منين، لا، لازم كده كل زوجة تقي بجوار زوجها عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة. عندنا أم أحمد عندها مشكلة مع حماتها. حماتها منك أم أحمد عندنا مشكلة إن بنت جوزها بتضربها. طبعا ده ما ينفعش، المفروض يعني بنت جوزها عارفة إن الست دي في مقام أمها، فلابد أن تعملها معاملة طيبة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وأنا أقول لها بكرة تكبر أنت كمان وتتجوزي وهتلاقي برضو حد يضربك، لأن الجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. مهم جدا ان احنا كذلك ايضا ام شروق اللي بتشتكينا من حماتها، بقول لكل حما من فضل حضرتك عاملي مرات ابنك المعاملة الطيبة، وبقول برضو لكل مرات ابن من فضلك عاملي حماتك واحترميها، عامليها زي ما بتعاملي مامتك بالظبط. وخدوا بالكم يا جماعة، دعوة الأم المثل المصري بقول لنا إيه بقى؟ دعوة الأم في الكم ودعوة الحما في السماء. ليه بقى؟ لأن حماتك لو رضت عنك ربنا هيكرمك في الدنيا والآخرة. أنا مش شايف ليه، أنا يعني بتعجب للحروب الشديدة بين الحما ومرات ابنها. اتجوزت الزوجة خلاص اشترت جوزها ما يروحش عند أمه ولا تمسك له الساعة، لكن يروح عند أمها مفيش مشكلة. أو يحصل برضو العكس، ان برضو الحما مش عايزة طبعا مرات ابنها الا تنكد عليها، دايما تضلها على مشاكل ومتاعب ومنغصات، اكلك مش معدول، لا علميها، حتى لو اكلها وحش علميها، حتى لو بتغلط علميها، اعتبرها كده زي بنتك. مش عايزة يا جماعة بقى في حروب، عندنا حروب شدة جدا بين الحما ومرات ابنها، بيترتب عليها خلل في البيوت، والراجل يبقى محتار يا عيني يعمل ايه، يعني يقف جنب امه ولا في جنب حماته. عايز اقول لكل زوج شايفنا دلوقتي، من فضل حضرتك مراتك لا حق لابد أن تعطيه لها، وزوجتك لا حق لابد أن تعطيه لها، وطبعا لا يتعارض هذا مع ذلك. نيجي لصفاء اللي بتشكينا إن جوزها بمد إيده عليها. ما ينفعش أبدا إن الزوج يضرب مراته ولا يمد إيده عليها، لأن ده إهانة للزوجة. ما أكرم النساء إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. والسلف الصالح لما كان الواحد فيهم بيضرب مراته كان بيعمل لها إيه؟ كان بيخوفها، كان بيقول لها عود سواك واضربها بيه، يعني هو بيقول لها من فضلك بس بيلفت نظرها، انا زعلان منك تعالي صالحيني، او تعالي انا وانتي نصالح. هو ده يا جماعه اللي يضرب بنا، لكن تفتح دماغها تعمل لها 10 غرز في وشها ولا في جسمها، تعمل لها عاهه مستديمه، طب ازاي هتعيش معاها؟ وازاي هتضربها وتيجي تنام جنبها اخر الليل، يعني اخر بدايه الليل؟ يعني ما ينفعش يا جماعه، لازم يعني زي ما علمونا السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الأخيار لا يضربون زوجاتهم. الأخيار ما حدش فيهم أبدا يضرب مراته، لأن ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وبالمناسبة دي خلينا أحكي لكم، واحد حكيم شاف واحد بيضرب مراته فقال له ما تضربهاش، وقال له إنما الضرب للبهائم اللي بتضرب البهائم. عايز تضرب مراتك؟ قال له كده. قال له عايز تضربها؟ اضربها بامرأة مثلها. وعايز يقول له يعني لو مضايقاك قوي اتجوز عليها. فطبعا قال له انا مش فاهم يا حكيم، يعني فهمني ايه الموضوع. فمراته سمعت الجملة دي ففهمت، قلت له سيبك منه وكمل ضرب، سيبك منه وكمل ضرب.
فيا جماعة ما ينفعش ان زوج يعني يضرب مراته ويسيء اليها، لكن لابد ان يتحملها، لابد ان يصبر عليها عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا وفي الآخرة. اعتقد ان احنا في نحتاج الى ان نتعلم الدروس الكثيرة من حياة امرأة نوح وامرأة لوط. يعني هذان النبيان تعرضا لمشكلة كبيرة جدا، زوجة خينة بتنقل أسرارهما لمعسكر الأعداء. ده معناه إيه؟ أن الابتلاء آية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. الابتلاء آية من آيات الله في هذا الكون. ليه يا رب بتبتلينا؟ ليه بتبتلي واحد فينا بزوجة سيئة الخلق؟ ليه يا رب بتبتلي الزوجة بزوج سيء الخلق؟ ما كان ممكن تتجوز واحد عنده أخلاق. ليه؟ ربنا قال في القرآن بيجاوب لنا سبحانه وتعالى: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال في آية أخرى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم عند الله؟ ما جزاء الذين يصبرون على ابتلاءات الدنيا ومتاعب الدنيا والزوجة سيئة الخلق والست اللي بتصبر على زوجها سيء الخلق؟ ربنا بيقول لنا في القرآن العظيم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ثلاث أوسمة ربانية لمن يبتلى ويصبر: للست لما تبتلى بزوج خلق وتصبر، وكذلك الرجل لما يبتلى بست متسلطة ويصبر عليها. الوسام الأول: الله يصلي عليك. يا سلام، أولئك عليهم صلوات من ربهم. الوسام الثاني: الله يرحمهم ورحمة. الوسام الثالث: وأولئك هم المهتدون، أي يهديهم الله سبحانه وتعالى. وهو شوفوا نبي عظيم زي نوح اللي قعد يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ربنا ما رزقوش بزوجة تساعده، لا ده كانت هي كمان عائق في طريق الدعوة. ومع ذلك دايما أصحاب الدعوات الإصلاحية كده بيتعرضوا لظروف صعبة كتيرة جدا، بيحاول الشيطان يبعدهم ويعائق في طريقهم، لكنهم إذا استعانوا بالله سبحانه وتعالى ربنا أكيد هيكرمهم، ربنا أكيد هيقف جنبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني سفينة نوح زي ما قلت كده يا جماعة، سفينة تايتانيك صنعها مئات الرجال، صنعها تايتانيك مئات الرجال وآلاف المهندسين، ومع ذلك غرقت. لكن سفينة نوح اللي صنعها واحد، اللي صنعها سيدنا نوح لوحده، نجت. وتمشي فين بقى؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا سلام، موج كالجبال. قال لك ما تنساش انها كانت ماشية ببركة بسم الله، ما تنساش انها كانت ماشية ببركة بسم الله. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. درس مهم لنا جدا في الاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، طيب سؤال جاي لنا دلوقتي، حماتها عايزة تطلعها من شقتها، مش عارف ايه السبب. حماتها عايزة تطلعها من شقتها ليه؟ بتعمل معاها كل شوية مشاكل وتقلب عليها جوزها، وانت ما فيش تطبخي واكلك محروق وحاجات بهذا المعنى، وبتطلع فيها القط الفصة. تعمل ايه مع حماتها؟ والله استحمليها على قد ما ربنا يقدرك، وما دام جوزك بيعاملك المعامله الطيبه وترضي ربنا استحملي حماتك على قد ما ربنا يقدرك. وانا اعتقد ان يعني سيكون معك من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا اكيد هيكرمك وهيأيدك بنصره سبحانه وتعالى. يا جماعه، الصبر مع النصر. النصر ربنا سبحانه يكرمنا بالنصر عندما نصبر ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وبرضه لو حماتك اساءت اليكي، كل زوجه شايفانا دلوقتي لو حماتها اساءت اليها، احسني انت اليها. يا جماعه، يقول العارفون بالله: من عصى الله عز وجل فيك فلا تعامله الا بان تطع الله سبحانه وتعالى فيه.
لازم يا جماعة من عصى الله سبحانه وتعالى فيك فلا تعامله إلا بأن تطع الله سبحانه وتعالى فيه. إن إحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. إيه كل ساتي شايفينها دلوقتي ياخدوا عبرة وعظة من امرأة نوح ومرأة لوط. تصوروا ست ربنا كرمها بنبي زي نوح، ست ربنا كرمها بنبي زي لوط، ما حمدتش ربنا، افترت وظلمت ونقلت أخبار لمعسكر الأعداء وأساءت إليه. إيه النتيجة؟ النتيجة ربنا قال وقيل ادخل النار مع الداخلين. برضو كل ست ربنا رزقها بزوج صالح ما حفظتش عليه، عملته المعاملة السيئة، اشتراته، جعلته عبد ليها، دي ربنا مش هيكرمها لا في الدنيا ولا في الآخرة. للأسف وقتنا انتهى، دايما لو قطع محاتكم بتنتهي بسرعة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا محبة وبهجة وفرح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب. اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب، ويسر لنا كل أمر عسير، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا معصيك، واهدنا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وابعدنا جميعا عن سيئ الأخلاق، لا يبعدنا عن سيئها إلا أنت رب العالمين. إلى اللقاء أيها الأحبة المشاهدون في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التالي.